من جديد التحية والترحيب بحضراتكم مشاهدينا مستمعينا الكرام مع انطلاقة خامس الأشواط الصباحية لهذا اليوم. شوطنا الخامس مخصص لفئة الأبكار المحليات لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. ننطلق وإياكم مع هذه التحديات ومع هذه المنافسات لنبدأ مع المركز الأول ومع الصدارة والقيادة والمقدمة. سرابع المركز الأول لمحمد بن سلطان بن دميثان القمزي من يسيطر على الأمور عوايد على ثاني المراكز لعبد الله بن علي بن حمد العويسي والمركز الثالث المركز الثالث يتابع في هذه اللحظات تقدم وانطلاقي مطر هنا لسالم بن عبد الله بالشريجي بالشاوية الاغفلي. رابع المراكز يأتي الوصول والتدخل من قبل فزعة لحمد بن علي بن سالم بن راشد الزحمي. المركز الخامس بسم الله ما شاء الله تبارك الله انطلق مع انطلاقة مثايل لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي في هذا الحضور الرائع وفي هذا الحضور الجميل والمميز. سادس المراكز الشهامة مع الشهم بخليفة لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. انتقل إلى المركز السابع مع وجود لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. وثامن المراكز سمحة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. نقلتنا إلى المركز التاسع مع فزعة لحمد بن علي بن سالم بن راشد الزحمي. والمركز العاشر العين لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام كانت النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي لهذا الشوط. نعود مع المركز الأول، نعود مع الصدارة والبداية والمقدمة لهذا الانطلاق الرائع. سرابة هي من تسيطر على الأمور لمحمد بن سلطان بن دميثان القمزي. تشارك أحمد مطر ما يدخل وين؟ إذن سرابة التي تسيطر على مقدمة هذا الشوط وتسيطر على صدارة المركز الأول لمحمد بن سلطان بن دميثان القمزي. المركز الثاني نقلتنا على انطلاقة عوايد لعبد الله بن علي بن حمد العويسي وفزعة على ثالث المراكز فزعة مع انطلاقة حمد بن علي بن سالم بن راشد الزحمي. المركز الرابع وصلت الشهامة في هذه اللحظات لسعادة فري بن علي بن حموده الظاهري. ما شاء الله تتقدم الشهامة مركزا إلى مركز. ننتقل إلى المركز الخامس خامس المراكز مطرة لسالم بن عبد الله بن الشريج بالشاوية الغفلي. والمركز السادس
لولوة لسعيد بن سهيل اليبهوني الظاهري، أما المركز السابع فالتدخل من سمحة لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، هنا من يتواجد ثامن المراكز، ثامن المراكز ما شاء الله، مثايل اللي مالها مثايل، مثايل اللي مالها مثيل، تتقدم مع هذا الانطلاق لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام يا سلام يا سلام، مركزا إلى مركز، شكل مميز، نوعية فريدة يقدمها لنا بن مايد في هذه الانطلاقات. المركز التاسع تصلنا وجود لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، والمركز العاشر، والمركز العاشر الدخول وأول لدى الريمة لخليفة بن مطر بن محمد بن محيان الطنيجي، بن محيان الشبي عفوا. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام النتيجة مع هذا الشوط، هكذا النتيجة مع المراكز الأولى المتقدمة وسرابة من تسيطر على الأمور حتى هذه اللحظات، تسيطر سيطرة كاملة على مجريات الشوط. والمركز الأول مع تواجد محمد بن سلطان بن دميثان القمزي، ما شاء الله لا زال يقدم هذا المستوى الرائع، لا زال يقدم هذا المستوى الجميل مع الصدارة والبداية. ثاني المراكز، ثاني المراكز فزعة لحمد بن علي بن سالم بن راشد الزحمي تبارك الله. والمركز الثالث، المركز الثالث أشوف الوصول، هذه الخطيرة، هذه هي الخطيرة، مثايل لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي في الوصول الرائع، في الوصول الرائع. حسب معلومات المتواضعة، حسب معلومات المتواضعة ان هذه البكرة ما ذاقت طعم الهزيمة في هذا الموسم، اشتراكين سبق في المرموم، والاشتراك الثالث كان في ميدان اللبسة في المركز الماضي، وكذلك حصلت على المركز الأول. هذه القنبلة القادمة بقوة لمنصات التتويج ولعالم الرموز اللي هي مثايل لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي. الله الله الله، وعياله الندر تباريها. سلامي هنا مع الانطلاق الرائع. ننتقل، ننتقل وصلت إلى مثايل إلى المركز الثاني، المركز الثالث أشوف الحضور من سمح للمدهش سالم بن عامر بن راشد المدهوشي. رابع المراكز، رابع المراكز فزعة لحمد بن علي بن سالم بن راشد الزحمي. المركز الخامس، المركز الخامس وجود لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. سادس المراكز مع انطلاقة الشهامة لسعادة فري بن علي بن حموده الظاهري. مطر أيضا قادمة لسالم بن عبد الله بن الشريجي بالشاوي القفلي، كذلك دخول من وهاجة لعيسى بن خلفان بالشاوي القفلي. هكذا من جديد النتيجة، هكذا من جديد النتيجة، والمراكز الأولى المتقدمة وسلالة اخدادات، وسلالة اخدادات مسيطرة على الأمور. محمد بن سلطان بن دميثان القمزي، وصلت مثايل، وصلت مثايل. الله أحمد بن مطر بن مايد الخيالي قادما على ثاني المراكز مع هذه المحلية الأصيلة، مع هذه المحلية الأصيلة التي لم تذق طعم الهزيمة في هذا الموسم. كسرك أحمد مطر مايد وهو في مفصلك دكتور مضمر مرضية، وعياله الندر تباريها. خيالي النصف ما له شرابة للضيوف قدور، بشوش ما تقف الناس حاديها وضاديها. الله
يا ابن مايد الله يا ابن حمدون الله يا الخيلي مسايل على المركز الاول ولكن القمزي يعود 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 مع سلالة خديدات الى المركز الاول بند ميثان يعود الى المركز الاول تهانينا والناموس لمحمد وسلطان بند ميثان القمزي على فوز سراب المركز الاول المركز الثاني لاحمد بن مطر بن مايد الخيلي المركز الثالث لسالب العامل المدهوشي المركز الرابع لسالب عبد الله بشريجي بالشاوله القروي المركز الخامس سعيد بن سهيل يبهوني